نروح دلوقتي لتقريرنا اليومي، وهو عن معرض بيضم لوحات فنية مختلفة وفي غاية الروعة بأيدي ورشة أطفال موهوبين. جميل جدا يكون في معرض للأطفال وأن هم كمان يشوفوا لوحاتهم ويشوفوا واقع فنهم ده على الزائرين، خصوصا من الكبار. المعرض أقيم في دار الأوبرا وشارك فيه حوالي 50 طفل وطفلة تحت سن 16 سنة، وضم حوالي 52 رسمة متنوعة بتعبر عن حبهم لبلدهم بطريقتهم الخاصة. خلينا نشوف ونتجول في أرجاء المعرض من خلال تقرير زميلنا أحمد بقوش. معرض بصمات الاطفال هو احنا بنحاول نوصل فكره لكل طفل ان انت فعلا تقدر، وتقدر تنفذ زيك زي اي فنان كبير، وتقدر تشتغل وتطور من نفسك وتطور من شخصيتك من خلال لوحه، من خلال فكره داخل لوحه تعبر فيها عن نفسك وتعبر فيها عن شخصيتك. قصدت الفكره دي لاني بدرب بعض المواهب الصغيره من الاطفال، فحبيت افهمهم واعرفهم بعض اشياء كانت موجوده في المجتمع في السابق ومش موجوده دلوقتي، زي مثلا بابور الجاز، زي الزير، زي بعض الاشياء اللي كنا بنستخدموها في حياتنا القديمه. بحاول اوصل لهم فكره التراث الشعبي المصري عشان يبقى عندهم ثقافه اكتر ويتواصلوا مع المجتمع. عندي 12 سنة، من وانا صغيرة جدا انا بحب الرسم جدا، من وانا عندي 4 سنين وانا بدأت ارسم لوحدي. فمرة على مرة الصراحة اهلي كانوا واقفين جنبي جدا في الحوار ده، اشتركت في اول معارض، اشتركت ببصمات الاطفال الاول والتاني والتالت، وكانت ان انا اجي هنا دي كانت نقلة كبيرة قوي وفرقت معايا في حاجات كتير، كان انا مثلا ايه يعني كهو معرض الاوبرا وكمكان سياحي زي ده ومشهور، هي كانت نقلة كبيرة وكانت حاجة الصراحة تفرحني، يعني حاجة اكون فخورة بيها. فقلت ارسم حاجات زي اللي بتبقى في الابالي والمراكب القديمة بتاعت مصر والحاجات دي، لان دي من الحاجات اللي بحسها يعني بتجيب راحة بجد. بقالي 5 سنين برسم اللوحة بتاعتي، بتتكلم عن اللاندسكيب. اللاندسكيب دي بقى بتبقى منظر الطبيعة، إن زي النباتات والشجر وكده. وأنا صغيرة كنت بحب الرسم وبدأت أرسم يعني مع الميس، فرحت قوي وكنت مبسوطة، وكنت انا بحب المناظر الطبيعيه فرسمت جبال. بحب الرسم ومن وانا صغيره يعني موهبتي الرسم. انا رسمه لوحه طبيعه حيه ويعني طبيعه حيه ولاندسكيب. بحب الرسم، بدات ارسم حوالي تقريبا وانا عندي 7 سنين، ولحد دلوقتي برسم وتطورت كتير يعني، مكنتش بعرف ارسم قوي في الاول ودلوقتي بقيت بعرف ارسم كويس. اشتركت في كذا معرض، ده رابع معرض ليا، وبدخل بلوحات زيت. اول مره دخلت بلوحه سوفت، وثاني مره برضو، والمره دي دخلت بلوحه زيت. اول مره يعني ما كانش رسمي حلو قوي، بس بعد كده اتطورت يعني في الموهبه وكده، وبقيت برسم احسن عن الاول.